يعطيكم العافية جميعا، معكم عمر الدجاني. اليوم احنا متواجدين مع عائلة البوسطة الكرماء، يعني ضيوفنا هم سكان المملكة العربية السعودية، بس حابين كانوا يشوفوا المسجد الأقصى من الأردن، فأجينا هون على منطقة مكاور. زي احنا شايفين احنا واقفين بهذا المكان، عائلة البوسطة. سلموا على الكاميرا. اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. طبعا شوفوا بالخلف عندنا مدينة القدس وايضا قبة الصخرة. لاحظوا شايفين احنا عندنا هاي بالخلف قبة الصخرة المشرفة مدينة القدس. أتمنى إن شاء الله هاي تكون ذكرى جميلة لعائلة البوسطة. شافوا طبعا المسجد الأقصى بعينهم لأول مرة. ندعو الجميع طبعا لمثل هاي الرحلات، مثل هاي المبادرات. دائما نتذكر نخلي الأقصى وأيضا فلسطين وكل القضايا تحت أمتنا في قلوبنا في عقولنا وين ما نكون. تحية مني لكم. يلا آخر سلام. وعليكم السلام. يلا يعطيكم العافية. شكرا.